أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لصالح ولمساندة الأطفال من المصابين بالسرطان. دلوقتي هنعمل بارت 2 في لكتشر 1 في الميتابوليزم، وهي خاصة بالفود انتيك. وإحنا قلنا أولاد إن إحنا الميتابوليزم we wanted to finish it in two lectures بإذن الله. النهاردة بإذن الله لما نخلص هذا الجزء هيبقى فضلنا محاضرة واحدة، وعلى العموم هذه المحاضرة الأصعب قليلة النهاردة، فنتوكل على الله ونبتدئ. طيب عندنا موضوع الفود انتيك، وهو موضوع مهم جدا لانه متعلق طبعا بالاوبيستي، وانا بحب اقول الحقائق العلميه والارقام لا تكذب، تبقوا عارفينها، انه الاوبيستي بتصيب 12% من البشر. زمان كان عندنا مشكله معكوسه، كان الناس بتعاني من المجاعات، وكان السمنه وزياده الوزن دليل على الجمال والثراء والخصوبة، لأن كان كل الناس تلاقي تاكل زمان. وفي آخر مجاعة في أصابة الصين حصدت 30 مليون بسبب الجينيتيك انجينيرينج في علم الزراعة والنباتات. فدلوقتي الأكل الحمد لله متوفر، فأصبح لا يوجد مجاعات في العالم غير في أواسط أفريقيا. وبالعكس المشكلة بقت مشكلة سمنة أو زيادة وزن، ودي طبعا بتأثر يعني عمر الإنسان اللي هو عنده زيادة في الوزن بحوالي 10 سنين، وهتصيب 12% من البشر، يعني أكتر من حوالي 750 مليون شخص. وبتعتبرها دلوقتي منظمة الصحة العالمية هي المشكلة رقم واحد صحية، إيفن تخطط مشكلة التدخين. كانت دي مقدمة، على فكرة أنا عرضتها في حلقات تلفزيونية كثيرة. لما نبقى نتكلم في الأوبيستي هبقى أتكلمكم عنها أكثر في المحاضرة القادمة بإذن الله، ويمكن أحط لكم على صفحتي في الفيسبوك الحلقات اللي عملتها مع أخصائية التغذية العلاجية دكتورة مها رداميس، وأنا بأفخر بأنها كانت أحد تلاميذي واليوم هي زميلة اليوم. طيب نتوقع عن طريق control of food intake. انا عاوز الاول نعرف يا اولاد ان control of food intake ده مسؤولية الهايبوثالاموس اساسا، يعني من هو المعني بكمية الاكل تاكلها؟ هو غدة الهايبوثالاموس، وقلنا معناها تحت المهاد، وقلنا في محاضرات الاوتونوميك ان كل الستات تحت السرير، حتى في مزاح اقصد الستات اللي هي ستاتس على المنظمات، تحت السرير اقصد تحت المهاد اللي هو سرير البيبي او الرضيع. فمن ضمنهم الابيستات، ابيتايت يعني شهيه، وستات يعني منظم. فالابيستات منظم الشهيه، ثيرموستات منظم الحراره في المحاضره القادمه باذن الله، الجلوكوستات منظم الجلوكوز. كل الستاتس مش الستات، اوعى تنساها، كل الستاتس المنظمات، واهمهم النهارده اللي هو موضوعنا الابيستات اللي هو منظم الشهيه ريليتد للهايبوثالاموس. فالهايبوثالاموس يا اولاد فيها 5 سنترز، وده من المواضيع اللي عاوز تفهموها معايا كويس لانه مش سهل. فيها 5 سنترز تتحكم في الفود انتيك، وده من اهم الموضوعات زي ما قلت في مقدمتي عن في الطب عن الاوبيستي. نيجي لل Regulating Center for Food Intake اللي هما بيمثلها عضوي الأبيستات اللي هو منظم الشهية. Appetite يعني شهية، وستات يعني منظم. أنا هوريلكم الأول رسمة خفيفة كده، نشوف أول 2 centers من 5 centers عندنا. ده الهايبوثالاموس، أنا رسمها رسمة كروكي كده عملتها في عجالة. في عندي هنا الساتاتي سنتر،
من اسمه I am satisfied اللي هو يعني مش عاوز أكل satisfied مركز الجوع آسف مركز الشبع ساتاتي satisfied يعني شبعان وجنبيه الفيدينج سنتر يبقى الأبيستات اللي هو منظم الأبيتايت بيتكون من two centers الساتاتي سنتر يخليك satisfied يعني مكتفي شبعان والفيدينج سنتر يخليك عاوز تأكل فيدينج طب السايت فين بقى الساتاتي سنتر موجود في الفنتروميديال نيوكلياي حتى انت لو لاحظت انا رسمها لك يعني كأن بيبدو ان هو ميديال بالنسبة للفيدينج ناحية الميديال لاين اكتر وقدامه ففنتروميديال نيوكلياي ركز نوع في الميديال نيوكلياي بينما الفيدينج سنتر موجود في اللاترال نيوكلياي خد بالك ان بقى في اسئلة كتيرة في الامس كيو قائمة على ان مين ميديال ومين لاترال وحتى نرد الى كل ذي حق حقه افتكر كان عندي يعني طالب يحضر محاضراتي وهو قال حب يعني بطرق العبد الله عاوز يساعدنا على الحفظ فقال لي يا دكتور عندي طريقة حلوة فبقولها مقرونة بي مش منه فقال لي يا دكتور نحفظها سم ما حدش بيأكل سم الساتاتي في الميديا الساتاتي في الميديا سم ما حدش بيأكل سم يبقى عليه الفيدينج هو الفلاتر ليه بقى؟ لان في سؤالين MSQ مرتبطين بالحقيقة دي طب لو عملت ستيميليشن للفنتروميديال نيوكليار يبقى انت عملت ستيميليشن للساتات سنتر اللي هو يخليك ساتسفاي هانتج ايه في الام اس كيو ما تاكلش افيجيا يعني مش هاكل فيجيا يعني اكل افيجيا لا اكل بينما لو عملت ستيميليشن للفيدينج سنتر اللي هو اللاترال نيوكليار هيحصل هايبرفيجيا هتاكل كتير طيب السؤال الثاني لو عملت ديستراكشن لل فنتروميديال نيوكلياي اللي هي الساتات سنتر يبقى مفيش حد هيخليني ساتسفايد يبقى اقعد اكل كتير هيحصل له اوبيستي سمنه اللي هي زياده في الوزن خلاص بينما لو عملت ديستراكشن في الفيدنج سنتر يبقى مين اللي شغال لوحده بقى الساتاتي يبقى لو عملت ديستراكشن في الفيدنج سنتر هيحصل ان الساتاتي هو اللي شغال اللي هو بيخليك ما تاكلش فيحصل لك ماركد ويت لوس والانيمال لما عملناه في كات حاجه ظاهره غريبه جدا يعني امتنعت القطط عن الاكل اللي بوظنا لها الفيدنج سنتر اللي هو في اللاترال نيوكلياي الى ان ماتت فروم ديث ده يوريك قوه ساتات سنتر اميدس بلنتي اوف فود في وجود وفره بالاكل يعني القطه قوه الساتات سنتر مانعها انها تاكل برغم وجود اكل فحصل هزال شديد الى ان توفاه الله ده يوريك قوه ساتات سنتر دول اول تو سنترز في الهايبوثالاموس من الخمسه سنترز اللي بيأثروا في الفيدينج اللي هو عضوي او الابستات ساتاتي اند فيدينج يقولوا متهيألي ان دول اهم اثنين الساتاتي سنتر ام ساتسفايد يعني شبعان مركز الشبع قلنا ما حدش بياكل سم الساتاتي في الميديال نيوكلياي على وجه التحديد في الفنتروميديال يبقى الفيدينج في اللاتر لو عملت استيميشن للساتاتي خلاص يبقى يخليك ما تاكلش افيجيا عملت له ديستراكشن تاكل كتير يحصل اوبيستي الفيدينج سنتر عملت له ستيميليشن تاكل كتير هايبرفاجي عملت له ديستراكشن مش بس ما تاكلش يوريك قوه الساتات سنتر ما تاكلش ويحصل مارك ويتر ويت لوس في القطه ويتوفاها الله ديث طيب نعود بقى لاستئناف الاذر سنترز اللي موجودين في الهايبوثالاموس We have three other centers في الهايبوثالاموس هم دول التو سنتر الاساسيين عندنا اللي هم قلناهم اللي هم الفيدينج والساتاتي الجدول اللي انا وريته لكم في الرسم نيجي other centers بقى ثلاثه سنتر تانيين يعني في اثنين سنتر اللي هم بتوع اهم حاطط لك عليهم انا رقم اثنين اهي الليزر بس عاوزينه يشتغل اهو اثنين ودول ثلاثه other centers playing major role بيلعبوا دور رئيسي في الهايبوثالاموس موجودين في عمليه الاكل تعال نشوفوا مين هم بقى يبقى بعد ما قلنا الساتاتي والفيلينج ادي اثنين عد معايا في ثلاثه جايين جداد اصعب قليلا playing major role وموجودين في الهايبوثالاموس paraventricular nuclei وهنرمز لها ب PVN دي بتقلل الفود انتيك ودورسو ميديال نيوكلياي
dorsomedial nuclei اللي هو DMN دي بتزود الفود انتيك. يبقى الparaventricular nuclei تزود تنقص الفود انتيك والdorsomedial nuclei تزود الفود انتيك. نيجي الأهم واحدة بقى واللي هي نمرة 5 اللي هي الاركل. يبقى عد معايا الاذر سنتر 3 وكان في ساتيتي فيدنج يبقى دول 5 خمس مراكز في الهايبوثالاموس يتحكموا في الاكل. اهمهم واكتر واحده هنتكلم عليها اللي هي الاركوت نيوكلياي. طالب قال انا سمعت الاركوت نيوكلياي دي قبل كده، ممكن تقول لنا وظيفتها اللي قبل كده اللي هي مش موضوعنا بس عشان نتذكر. الاركوت نيوكلياي دي كانت بتطلع البرولاكتين انهيبيتنج هرمون اللي هو الوحيد اللي كان تركيبه دوبامين اللي هو بيوقف البرولاكتين بيمنع الرضاعه. خلاص، فتعال نشوف بقى الاركت نيوكلياي دي السايت اوف اكشن بيشتغل عليها الخمس الاربع هرمونات الاتيه: الليبتين والسي سي كي خدناه في الدايجيشن، كوليسيستوكاينين بانكيروزامين والانسولين، ودول يخليك ما تاكلش. التلاته دول واهمهم الليبتين اللي انا حاطه باللصق، والجريلين ده الوحيد اللي يخليك تاكل اللي هو يسموه حتى الهانجر هرمون. الهانجر هرمون يبقى الاركوت نيوكلياس دي خدناها فين يا اولاد عشان نبقى فاهمين؟ خدناها في الاندوكراين، كانت بتطلع البرولاكتين انهيبيتنج هرمون اللي هو دوبامين. النهارده بناخدها انها سايت مهم جدا في الانرجي هوميوستاسيس، يعني ضبط الطاقه في الجسم ان تاكل ولا تاكل. اهم اتنين بيشتغلوا عليها اللي هما الجريلين والليبتين، وعاوز اكلمكم شوية عن دول. الكلام اللي بنقوله في نورث امريكا عن الجريلين والليبتين، فالجريلين والليبتين دول زي ما اناش كاتب اهو، هما اتنين بيشتغلوا على الاركويت نيوكليس، مهمين هما الاتنين دول اللي بيزبطوا الانرجي هوميوستيزيس. الجريلين ده هو الهانجر هرمون، ده اللي بيخليك تاكل جريلين. وقلت جابوه منين كلمة جريلين؟ لأنه هو جروث هرمون ريليسينج، حتى كتبها لك بالألوان، يبقى جي اتش ده جروث هرمون ريليسينج، اي ان هو يعني مش بروتين هو بيبتايد، فده عبارة عن جروث هرمون ريليسينج بيبتايد. ده منين جات اسمه جريل؟ ودي بقولها للزملاء الأصغر سنا لأن في كتير يقول لهم احفظوها كده، مفيش يا أولاد حاجة اسمها نحفظها كده، عشان كده بنقول محاضرات معتبره للاندر جراديويت للبوست جراديويت للزملاء، خلينا نقولها تهذبا الاصغر سن. ده اكتشفوا الريسبتور بتاعه الجريلين ده في سنه 1996، هو نفسه اكتشفوه في 1999، ثلاث تسعات اهو، يعني حاجه حديثه جدا، ما كملش 20 سنه. الجريلين ده اللي هو الهانجر هرمون. الليبتين العكس تمام، ده الانرجي اكسبندتشر هرمون، ده خليك تصرف طاقه، اما بتجوع بتكتسب طاقه، تكتسب طاقه، انما ده يخليك تصرف طاقه. وجات من كلمه ليبتين، قلت لكم ليبت يعني ثين، ثين يعني رفيع، الهرمون اللي يرفع يخليك تستهلك طاقه فتبقى رفيع، لان كلمه ليبت يعني ثين. طيب هما الاثنين بيبتايد بيشتغلوا على النيرفس سيستم، على الاركوت نيوكليس، على الهايبوثالاموس، يبقى هما نيورو بيبتايدز في الام اس كيو، صح؟ هما اثنين بيبتايدز، هما اثنين نيورو بيبتايدز. طب الجريلين بيطلع منين؟ بيطلع من خلايا كتيره جدا في الجسم، مش هقولها لك عشان ما لخبطكش. اهم خلايا بيطلع منها السيلز اوف جاسترو انستاينال تراكت، مينلي الاستومك والديودينم، مينلي استومك اند ديودينم. اما الليبتين بيطلع من الاديبوس سيلز، حتى هي ناقصه انا بس هحطها لكم كده في عجاله. الليبتين بيطلع من الخلايا ده، اديبوز سيلز. عشان كده لو زاد الدهون في جسمك، فكر معايا بطريقه ذكيه، لو الاديبوز سيل زادت هيزيد الليبتين. طب خلاص انت، يبقى انت تخين بقى، انت مش عاوز تاكل تاني، عاوز تصرف طاقه. فعشان كده في هذه الحاله اهو بيطلع الليبتين من الاديبوز سيلز يخليك ما تاكلش. طب نيجي للفانكشن بتاعته. الجريلين ده قلنا زي يا اولاد ان ده اللي هو الهانجر هرمون، ده بيخليك تاكل فبيزود الابيتايت، هي مكتوبه قصادك، يبقى يخليك تاكل وفي نفس الوقت بيريجوليت اليوز اوف انرجي.
وتستغل الاكل. انما الاديبوس سيلز بالعكس، خليك ما تاكلش، ما انت تخين، ما هو بيطلع اسف الليبت اللي بيطلع من الاديبوس سيلز معناه انت تخين، طلع ليبتين كتير يبقى في اديبوس سيلز كتيره، فخليك ما تاكلش، يبقى يقلل الهانجر الابيتايت ويزود الانرجي اكسبنديتشر. ولقوا حاجه جميله جدا في بعض الناس اللي هم اوبيس، عارف قلنا ان من ضمن اسباب المرض السكر ديابيتس ان في ديكريس سنسيتيفيتي تو انسولين، نفس الفكره في الاوبيستي. وعلى فكره الاوبيستي مرتبطه بالديابيتس، ان بيبقى بعض الناس عندها ديكريس سنسيتيفيتي تو ليبتين، يعني عندها ليبتين اللي هو بيرفعهم بس الخلايا مش حساسه ليها، ديكريس سنسيتيفيتي تو ليبتين، فده بيدي اوبيستي. انا عارف ان في جامعاتنا ما بيهتموش ابدا بالجرين ليبتين، يقولوهم كده في عباله ومحدش فاهم عنهم حاجه، انما انا قلتهم بالتفصيل يا اولاد. هما الاثنين بيشتغلوا على الارك والنيوكليس في الهايبوثالاموس، وهما دول اللي بيظبطوا الانرجي هوميوستاسيس، ضبط الطاقه، انك تاكل او ما تاكلش، تصرف طاقه او ما تصرفش. الجرين جاي منين؟ الاسم قلنا جروث هرمون ريليسينج بيبتايد، الليبتين بيبتايد بيخليك رفيع، ليبت ده اصل الكلمه بتاع الانرجي اكسبنديتشر. هما الاثنين بيبتايدز في الام اس كيو، نيورو بيبتايدز، انهم بيشتغلوا على ريسبتورز في الارك والنيوكليس في الهايبوثالامس. الجريلين ثاني تالت معلومه طالع من السيلز كثيره جدا في الجسم، اهمهم السيلز اوف ذا جاستروسان تراكت مين الاستومك اند ديودينم، انما الليبتين بيطلع من الاديبوس سيلز. طيب الجريلين ده الهانجر هرمون، يخليك هانجر يعني جعان، تزود الابيتايت، وبينظم بريجوليت اليوز اوف انرجي. انما الاديبوس سيلز بيطلع لما يبقى فيه اديبوس سيلز كتير هو يكتر، يبقى مش عاوز تاكل وعاوز تصرف، يقلل الهانجر ويزود الانرجي اكسبنديتشر. ولو في ناس عندها نقص في السنسيفيتي تو ليبتين فده احد اسباب الاوبيستي. طيب نستأنف يا اولاد، عاوزين نقول كلام معتبر مش جايين نقرا مع بعض، يبقى عشان ما نتوهش تاني. How many centers في الهايبوثالاموس regulating the food intake؟ واحد من المواضيع اللي هي لازم تعرفها كويس، 5 centers. اول 2 بتوع الابيستات اللي هو الساتاتي سنتر والفيدنج سنتر، بعد معاقد 2 و3 other centers بيلعبوا major role. paraventricular nuclei يخليك ما تاكلش، dorsomedial nuclei تزود food intake، وبعدين اهم واحد بقى اللي هندرسه بالتفصيل اللي هو الارك نيوكليي. ده السايت اوف اكشن في الام اس كيو بتاع الليبتين والجرين اللي هم اهم 2، ولا تنسى معهم خدنا ال سي سي كي والانسولين. الارك نيوكليس يا اولاد فيها تو تايبس اوف نيورونز، نيورونز تخليك ما تاكلش ونيورونز تخليك تاكل، مش قلنا هي دي اللي بتعمل انرجي هوميوستاسيس؟ فايت هاز تو تايبس اوف نيورونز كنترولينج الابيتايت اند فود انتيك. مين النيورونز اللي بيخلوك ما تاكلش؟ البرو اوبيو ميلانو كورتين نيورونز، صح؟ دول بيسكريت، بيطلعوا انوركسوجينيك، انوركس يعني فقدان الشهيه، طلعوا ثلاث مركبات خليك ما تاكلش. طب والنيورون الثانيه بقى اللي هي عندنا اسمها ان بي واي، وبعدين هنقولها الثانيه اللي هي ده نوع من انواع الفئران، عشان كده الاسم يعني انا عارف مش هيعجبكم قوي، اجوتي اجوتي اللي هو اي جي ريليتد بيبتايد، يبقى نيورو يبقى ان بي واي اللي هو نيورو بيبتايد واي، واجوتي ريليتد بيبتايد نيورونز، دول بيسكريت حاجات بالعكس اوركسوجينيك. اوركسوجينيك يعني يخلوك تاكل. طب واحد قال لي يا دكتور الاسماء صعبه قوي، تصور انا معاك، هي صعبه لو قريناها بدون فهم، انما لو عارف هما سموها كده ليه هيبقى الكلام اسهل. انا قلت ان الارك نيوكليس فيها تو تايبس اوف نيورونز، بعضهم انوركسوجينيك يخلوك ما تاكلش، ان يعني لا انوركسوجينيك يعني فقدان الشهية، وبعض النيورونز تانية اوركسوجينيك يخلوك تاكل. الاثنين دول التو نيورونز دول اللي هما بيخلوك تاكل ويخليك ما تاكلش بيسكريت، كل واحدة فيهم بتسكريت عشان الحفظ يبقى لطيف،
ثلاثة هرمونز يخلوك الأكسجينك ما تاكلش، وثلاثة هرمونز يخلوك تاكل. فين موطن الـ يعني الصعوبة اللي لما تتفهمها تبقى سهلة؟ ان اسم النيرونز، افتح ودنك، اسم التو نيرونز ده صعب، ده مشتق من الحاجات اللي بتعملها سكريشن. يعني زي ما اقول انا النيرون اللي بسكريت كذا، فتصور الاسم يبدو طويل بتاع النيرونز اللي بيطلعوا حاجات ما تخليكش تاكل. هو الاسم مشتق من ثلاث حاجات اللي هو بتطلعهم وتخليك ما تاكلش. تعال نشوفهم مين بقى، هتكون لطاف جدا غير لما تعرف وتحفظ. فهما بيطلعوا الاتي: برو اوبيو، اوبيو فاكر الاوبيويد اللي هما كان زي الاندوجينس اوبيويدز زي الانكيفرين اندورفين دايكيفرين، فده بيطلعوا برو اوبيويدز اهم. كوكايين وامفيتامين ريليتد ترانسكريبتس، يعني حاجات متعلقه بالكوكايين والامفيتامين، دول اسمين سهلين. ما هو الكوكايين والامفيتامين دول ناركوتكس زي بالظبط الاوبيويدز. طيب بيطلعوا ايه تاني؟ تعال نفرق. باسمهم برو اوبيو ميلانو، ميلانو عشان بيطلعوا ايه؟ الفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، حتى انا عاملها لك دي الاسم مع الاسم. كورتين نيرونز، كورتين عشان بيطلعوا كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون اللي هو عارفينه، كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون اللي هو كان بيطلع الاي سي تي اتش. فيبقى الاسم وان بدا صعب انما انا سهلته لك ما امكن، بإن فهمتك إن اسم النيرون، وأرجو إن الزملاء الأصغر سنة يتنبهوا لذلك، إن أنا عارف في عدد كبير غير متنبه، إن نيرون اسمها سهل عندما يفهم إنه اشتق من التلاتة أنروكسوجينيك سابستانس اللي بيطلعوها. فهي بيسموها برو أوبيو، أدي حتة باللون الأزرق، ميلانو باللون الأسود، كورتين باللون الأحمر. يبقى برو أوبيو لأنها بتشتغل بمين؟ بترانسكريبتس ريليتد، ما هو الاوبيو ده تبقى ريليتد لكوكايين وامفيتامين، كوكايين امفيتامين مورفين كلها حاجات ريليتد تو ايتش اذر، ده حتى مخدرات. طب ميلانو عشان بتطلع الفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، عشان كده سموها ميلانو. كورتين عشان بتطلع كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون. لكن اي طريقه اخرى غير اللي عبد الله بيقولها بيها لا يمكن لها تحفظ اسم النيرونز ولا اسم الحاجات اللي بيطلعوها، إلا لو تنبهت وحاولت أنبهك إن هما اشتق الاسم المعقد من التلات مواد اللي بيطلعوها النيرونز وهما أنوركسوجينيك يخلوك مش عاوز تاكل. نقولهم بقى واحدة واحدة. ألفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون ده بيشتغل على إيه بالعقل؟ على ميلانو كورتين ريسبتورز رقم 3 و4. موجودة فين؟ أهو موجودة في البارامنتريكولار نيوكليار اللي قلناها قبل كده، في البارامنتريكولار نيوكليار. بتاكتيفيت التراكت السوليتيريس نيوكليس، خدناها دي مع الريسبريشن، فهتستيميليت السمباثاتيك اكتيفيتي، واحنا عارفين السمباثاتيك ده ضد الجهاز الهضمي خليك ما تاكلش، الباراسمباثاتيك صديق الجهاز الهضمي، السمباثاتيك عدو الجهاز الهضمي. يبقى ده اول واحد بتطلعه البرو اوبيو ميلانو كورتين نيرونز اللي هو الالفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، هتشتغل على ميلانو كورتين ريسبتور 3 و4 اللي موجود في البارافنتريكولار نيوكلياي اللي كان بيقلل فود انتيك. لو خدت بالك دي كانت النيوكلياس اللي بتقلل فود انتيك قبل كده اللي فوق، هتشغل نيوكلياس تراكتس سوليتيريس اللي هتشغل السيمباثاتيك خليك ما تاكلش. دي كانت اصعب واحده في الثلاث حاجات اللي بيطلعوا. تاني واحده بنقول بيسموها برو اوبيو، يبقى حاجه متعلقه بالاوبيويدز، فهي كوكايين وامفيتامين ريليتد ترانسكريبتس، طبعا بيسموها كورتين عشان بتطلع كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون. الثلاثه دول بيطلعوا من الانوركسوجينيك نيرونز اللي هي اسمها من اسم الثلاث حاجات اللي بتطلعها. لما ناخدها من الاخر هتبقى كورتين عشان بتطلع كورتيكوتروبينز، ميلانو عشان بتطلع الفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، برو اوبيو اوبيو عشان بتطلع ريليتد حاجات للاوبيويد اللي هي كوكايين وامفيتامين. بدون هذه الطريقه لا هتعرف جابوا منين الاسم ولا بيطلعوا ايه. طيب ننتقل بالعكس، مجموعه النيرونز اللي بيطلعوا حاجات اوركسوجينيك يعني تخليك تاكل، نيورو ترانسميترز.
هنا بقى الاسم اداك اتنين منهم بس، نيوروبيبتايد واي اهو ده بيزود الابيتايت. ما هو الاكسجينيك تاتا الجين دول بيزود الابيتايت، بيزود الابيتايت لما يبقى فيه وين انرجي ستورز تبقى اقل، لما يبقى ما عندكش مصادر للطاقه يخليك تاكل كتير عشان تعوض مصادر الطاقه. وقلتها بطريقه يعني فيها مزاح يا رجاله عشان تفتكروها. مين اهم نيوروبيبتايد يخليك تاكل؟ نيوروبيبتايد واي. واي يو ار ايتينج تو ماتش بيكوز اوف نيوروبيبتايد واي، دونت ايفر فورجيت ذس. ده النيوروبيبتايد اللي بيخليك تاكل اسمه واي يو ار ايتينج بيكوز اوف نيوروبيبتايد واي يو ار ايتينج تو ماتش. يبقى واي بيكوز اوف نيوروبيبتايد واي. طيب تاني واحد اللي هو اخذ منه الاسم اللي هو اجوتي ريليتد بيبتايد، اي جي دي اجوتي، ده نوع من الفئران وجدوه في سنترال وساوث امريكا اسمه اجوتي، شكله كده زي الرابتس وعنده دان صغيره يعني ليه شكل اسمه اجوتي عشان برضه تفتكر ده مش اسم عالم، ده اسم الفار اجوتي ريليتد بيبتايد. ده ازاي بيخليك انت ما تاكلش؟ انه بينهبت الاكشن اوف الفا ميلانوسايت سيميتنج هرمون اللي كان ازاي اسم بيخليك تاكل؟ لانه بينهبت الاكشن اوف الفا ميلانوسايت سيميتنج هرمون اللي هو انوكسوجينيك، فلما ينهبت الانوكسوجينيك يبقى انت تاكل يبقى اوركسوجينيك. وبعدين بينهبت الاكشن بتاع الفا ميلانوسايت سيميتنج هرمون فين؟ قلناها على الميلانوكورتين ريسبتور 3 و4 فبيخليهم ما يشتغلوش على الريسبتور بتاعتهم. These hypothalamic nuclei regulate the secretion of adrenaline, pancreatic and thyroid hormones that affect energy metabolism. مش مهم الجملة دي قوي. انت تعرف ان الاجوتي ريليتد بيبتايد ازاي ده اوركسوجينيك بيخليك تاكل؟ ان بيوقف اللي يخليك ما تاكلش اللي هو الالفا ميلانوسايت سيميتنج هرمون يخليها ما تشتغلش على الميلانوكورتين ريسبتور 3 و4. طيب نيجي نمرة 3 اللي هو ميلانين كونسنتريتنج هرمون، ده بيزود الفود انتيك. انا اي نو ايت البيت انها حته صعبه، هعيدها تاني في الاخر، احنا فاضلنا لوحه واحده بعد دي ونخلص وهي اسهل من اللوحه دي، دي اصعب لوحه عندي في الموضوع. اذر سنترز بقى متعلقين بالفود انتيك وما لهمش دعوه بالهايبوثالاموس يا ولاد، اللي هم السنترز اللي موجوده في البرين ستام، خدناها في الجي اي تي، قلنا السوالوينج سنتر خلاص، سليفري سنتر، دول سنتر موجوده في البرين ستيم بتكنترول الميكانكس اوف فود. طبعا السليفري سنتر بتكنترول السالفيشن والليكينج، ليكينج قلنا لما مصمص كده، عارف لما بتشوف بعض الانيمال لما تجوع، واللبس والسوالوينج، ما السوالوينج سنتر كل ده في البرين ستيم، دول بيستيميليتد باي هايبوثالاموس اند اميجدالا. مين اللي بيعمل لهم ستيميليشن؟ الهايبوثالاموس والاميجدالا اللي هي اللوزة. طيب تعال نشوف ايه قصه الاميجدالا دي. الاميجدالا دي جزء من الاولفاكتوري نيرفس سيستم، هناخده مع السبيشال سنس في محاضره كده انا سايبها للكيميكال سنسز والبري فرونتال كورتكس. الاميجدالا دي لو عملت لها بايلاترال ديستراكشن على الناحيتين يحصل للشخص هايبرفاجيا، يعني ياكل كتير قوي، والاهم من هايبرفاجيا psychic blindness، يعني ياكل inedible things، حاجات لا تؤكل، ياكل غطيان كجوزة، بلاستيك، خشب، اي حاجة ياكل. فعش كده يسموه هو اعمى سيكولوجيا، بياكل اشياء الشخص الطبيعي ما ياكلهاش. ده الاميجدالا دي. يمكن يا اولاد انا اي نو واحد من اصعب اللوحات في الميتابوليزم ان لم تكن هي اصعبها على الاطلاق، فتعالى كده نلمها تاني في عجالة على الاقل النقاط الاساسيه، ما حدش قال لازم كل التفصيلات تبقى عارفها. خلاص دي من المحاضرات حتى اللي بتبقى صعبه في حتى نورث امريكا. كنترول اوف فود انتيك، هتجاوبوا ازاي يا اولاد؟ في خمسه سنترز في الهايبوثالاموس، اوكي، وتو اذر سنترز، يبقى سبعه اهو. يبقى السنتر متحكمه في الفود انتيك سبعه. نبتدي بتوع الهايبوثالاموس، هنلاقي الاسهل يتدرج للاصعب. الاتي اول تو سنتر سهلين جدا، اللي هم اللي هو العضوين، بيشمل العضوين اللي داخلين في الابيستات منظم الشهيه. ساتاتي سنتر يخليني ساتسفايد، مش عاوز اكل، حتى قلنا سم ده موجود في الميديا نيوكلياي، ساتاتي في الميديا يبقى الفيدنج في اللاتر، ادي اول اثنين.
طب other centers تلاتة عندهم major role بس ما هماش أعضاء في الأبيستات اللي هو منظم الشعية. Paraventricular nuclei ال PVN بتقلل food intake. Dorsomedial nuclei ال DMN بتزود food intake. نيجي أهمهم التالتة بقى ال arcuate. Arcuate عشان شكلها زي الأرش يا أولاد. This site of action بتاع أربعة هرمونز ليبتين وجرينين دول الجداد عندنا وسي سي كي وإنسولين خدناه قبل كده. اوعى تنسى الانرجي هوميوستيزيس يعني تثبيت الطاقه قائم على الليبتين والجريلين. الجريلين ده يخليك تاكل ده الهانجر هرمون. اوعى تنسى وبتطلع حتى مش بنقول المعده يعني بيت الداء انها تخليك تاكل فاوعى تنسى هو بيطلع من المعده والدودرم اساسا ويزود الابيتايت هانجر هرمون. الليبتين من اسمه ليبت يعني يخليك ثين يبقى يخليك ما تاكلش عشان اللي بيخليك ثين وبالعكس تصرف طاقه. طب بيطلع منين؟ نشوف الروعه من الاديبوز سيلز عشان لو الاديبوز سيلز زاد كتير يطلع ليبتين كتير يخليك ما تاكلش وتصرف طاقه عشان تخس. يعني الامور بتنظم هي نفسها. تمام. ها الارك ودي اللي اهم واحده في الخمسه. في نوعين من النيرونز. نوع ما يخليكش تاكل يطلع انوركسوجينيك ونوع يطلع ثلاثه انوركسوجينيك ونيرونز تخليك تاكل تطلع ثلاثه اوركسوجينيك. اسم النيرونز مشتق من الثلاث حاجات اللي بتطلعها. فمثلا اشوف برو اوبيو ميلانو كورتين نيرونز. ليه سموها الاسم الرهيب ده كورتين؟ لانها بتطلع كورتيكوتروبين الليسي هرمون. ميلانو عشان بتطلع الالفا ميلانوسايت سيبيتي هرمون. اوبيو عشان بتطلع ترانسكريبتس ريليتد للكوكايين والامفيتامين. ما هو الاوبيويد المورفين ريليتد للكوكايين والامفيتامين. فشوف الاسم صعب بس بيساعدني في تخيل اللي بتطلعه. اوعى تنسى الثلاث كلمات مهمه اوبيو ميلانو كورتين نحفظها مع بعض. اوبيو ميلانو كورتين نيرونز. اوبيو ميلانو كورتين كورتين كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون. ميلانو الفا ميلانوسايت سيبيتينج هرمون. اوبيو هتطلع ترانسكريبت ريليتد للكوكايين والامفيتامين. اظن كده اسهل شويه. مين اهمهم يا اولاد؟ الالفا ميلانوسايت سيبيتينج هرمون. ده لسه بقى عارف بيشتغل ازاي. ده بيشتغل عن طريق ميلانو كورتين ريسبتور رقم 3 و4 فيشغل التراكت السوليتيريس يشغل السيمباتيك يخليك ما تاكلش. طيب نيجي للنيورونز الثانيه اللي بتخليك تاكل. هنا اسم النيرونز بيديك اتنين من التلاتة بس اللي هو نيوروبيبتايد واي واجوتي ريليتد بيبتايد. نيوروبيبتايد واي هتحفظها بطريقه سهله ده بيخليك تاكل زود ابيتايت. واي يو ار ايتينج بيكوز اوف نيوروبيبتايد واي تنساش. واجوتي ريليتد بيبتايد ده بيشتغل ازاي بقى؟ بينهبت اهم واحد في اللي كان بيخليني ما اكلش عن طريق انه بيمنع الاكشن بتاع الالفا ميلانوسايت سيبيتينج هرمون على الريسبتور بتاعته اللي هو الميلانو كورتين ريسبتور 3 و4. خلاص. ثالث واحده بقى اسمها سهله شويه ميلانين كونسنتريتنج هرمون. ميلانين كونسنتريتنج هرمون يخليك تاكل. يبقى الثلاثه دول يخليكوا تاكل. اوركسوجينيك يعني يخليكوا تاكل. طيب كده عملنا خمسه سنتر بتوع الهايبوثالامس. هل في اذر سنتر مش في الهايبوثالامس ريليتد فود انتيك؟ اه دول اسهل كتير. في سنتر في برين ستيم بتوع السالفيشن والسوالينج والكلام ده بيكونترول الميكانكس اوف فود. نتلاقي الانيمال عمال يمصمص كده بقه ليكينج لبس وسوالينج وسالفيشن لما يكون عاوز ياكل. والاميجدالا اللي هي هنبقى ناخدها مع الاولفاكشن. اميجدالا يعني لوزه في اللغه. كلمه اميجدالا يعني لوزه وهنقول عنها كلام حلو قوي حتى في سي ان اس. هنقول التجارب لما عملوا بايلاترال استراكشر الاميجدالا ده حصل ان الانيمال بقى ياكل كتير اللي هو موضوع دلوقتي هايبرفاجيا وياكل حاجات ما تتاكلش اللي يسموها سايكيك بلايندنس. ياكل حاجات وحصل لما نجي لها في سي ان اس اشوف مين هيفتكرها هايبر سيكشواليتي. وبعدين حصل ثالث حاجه اللي هو ما يعني لا يتفاعل مع اي موقف هنبقى نحكيها في اوانيها كلام حلو قوي قوي. بلاسيديتي اسف بلاسيديتي نوت بلاستيسيتي. بلاستيسيتي في السموث ماسلز. انا عارف دي اتقل صفحه يا اولاد في الميتابوليزم. اي ترايد ما امكن
ان انا مع كم الحاجات الجديده اللي طلعت وبنقولها في نورث امريكا ان انا اعرضها عليكم كامله وجابوها منين. نيجي الصفحه الاخيره اللوحه الاخيره وهي الاسهل نسبيا ودي لحسن الحظ يعني. والسؤال بيجي في الفود انتيك يا اما السنترز وده هيبقى سؤال طبعا قوي شويه وصعب اللي هم السبع سنترز يا اما يجي لك السؤال الاكثر شيوعا فاكتورز افكتنج او ذا كنترول فود انتيك دي اسهل كتير يا اولاد. في شورت تيرم وفي لونج تيرم ريجوليشن شورت تيرم وانترميديت اند لونج تيرم ريجوليشن. ناخد الشورت تيرم. شورت تيرم الايم ان هم يمنعوا حاجتين يمنعوا الاوفر ايتينج انك ما تاكلش اكتر من اللازم وفي نفس الوقت ما تستهلكش اكتر من اللازم بريفنت الاكزوشن اوف ميتابوليك ستورز يعني وزن كده شورت تيرم يعني لا تاكل كتير ولا تصرف اكل كتير في توازن ده الشورت تيرم. تعال نشوف دول اربع عوامل فيهم والتانيين ثلاثه بس الصفحه الاولانيه فيها سبع سنترز الصفحه الثانيه اللي هو السؤال الثاني الفاكتورز سبع فاكتورز أربعة شورت تيرم وثلاثة انترميديت ولونج تيرم. يبقى حلو افتكر الفود تملي فيه سبعتين سبعة سنترز وسبعة فاكتورز. ناخد الشورت تيرم ستريس وفيدنج هابتس ممكن تزود وممكن تنقص يعني ممكن الستريس يخليك تاكل كتير ده في معظم الناس. هناخد الدبريشن بتخلي الواحد ياكل كتير وممكن الستريس يخليك ما تاكلش وفي فيدنج هابتس هبقى اعرض لكم حلقات تلفزيونيه عملتها مع الميزه الامس وزميلك اليوم الدكتوره مها رضاميس عن الفيدنج هابتس الحاجات الثلاث امراض المشهوره اللي هو زي البنج ايتنج اللي هي الناس اللي يجي لها كده في شورت تايم تاكل كميات كتيره او الانوركسيا بوليميا نيرفوزا بوليميا نيرفوزا دول ياكلوا كتير وبعدين يلاقوا نفسهم كاتوا كتير فيحاولوا يتقايوا اللي بياكلوه. طبعا انا قلتها بالتفصيل في الحلقه ما عنديش وقت دلوقتي اقول الكلام. وفي انوركسيا نيرفوزا ما ياكلوش خالص يعني ثلاث حاجات واحد ياكل كتير ده البنج ايتنج مش هتكتب الكلام ده ما عليكش خالص ده هبقى اوريها لك في حلقه تلفزيونيه. البنج ايتنج دول اللي بياكلوا كتير انت تعرف فيدنج هابتس. الانوركسيا نيرفوزا ما ياكلوش خالص طب اللي ياكل ويتقايع عشان خاطر يتخلص من اللي كاله اللي هم يسموه بوليميا نيرفوزا دي عليها عملت عليها حلقات هبقى اعرضها على صفحتي في الفيسبوك للي عاوز يعرف امراض الاكل. المهم انا عاوزك تخرج بالعنوان ان الاستريس والفيدنج هابت ممكن يخلوك تاكل كتير وممكن يخلوك تاكل قليل. بعد كده التلات عامل تانيين كاتبها لك بطريقه لطيفه جدا بالترتيب حتى اعمل لك رسمه يعني في اورال فاكتورز وبعدين جاسترو انستاينال ديستنشن وبعدين جاسترو انستاينال هرمونز بالترتيب ثلاثه. اورال فاكتورز الشوينج والساليفيشن والسوالوينج والتيستينج قلناها يا اولاد مع جي اي تي. ايه اهميه مضغ الاكل؟ انك تستيميليت التيست ريسبتورز وتستيميليت الاولفاكتوري ريسبتورز والسوالوينج كل ما الاكل يعني يقعد في فمك فتره اطول تشبع هو بيقلل فود انتيك بقدر اقل. عشان كده بقول الناس اللي عاوزه تخس ما تزلطش غلط تمتع بالاكل في فمك اطول فتره ممكنه امضغ كويس يطلع صلايفه كتير ابلع ببطء لما تستيميليت التيست والفاكتوري ريسبتور ده هيقلل. طب نيجي الجاسترو انستاينال ديستنشن لو مالت المعده عن طريق الفيجاس نيرفس وعن طريق هرمون الجرين هينقص يعني الجرين ده بيخليك تاكل الجرين ده بيطلع ما تبقى المعده فاضيه لما المعده تمتلئ ما يطلعش فما تاكلش. يبقى اذا الجاسترو انستاينال ديستنشن ده بيخليك الواحد يقول لك مش قادر اكل معدتي اتملت ليه؟ حاجه نيرفس عن طريق الفيجاس وحاجه هرمون اللي بيوقف هرمون الجوع اللي هو الجريلين. طب نيجي الجاسترو انستاينال هرمونز فكر فيها معنى ان طلع جاسترو انستاينال هرمونز كتير انك اكلت كتير ما الهرمونات بتطلع بالاكل فيبقى خلاص موستلي بتنهبت الفود انتيك. مين بقى الاربعه؟ السي سي كي بينهبت الفود انتيك عن طريق زي لسه قايلين برضه بين اكتيفيت فاكر الميلانوكورتين باث واي اللي هو الالفا ميلانوسايت سيميتي هرمون لما تشتغل على الميلانوكورتين ريسبتور 3 و4 السي سي كي بيوقف. طيب فاكر نيورو بيبتايد واي يخليك واي ار ايتي بيبتايد واي واي ما يخليكش تاكل ده بيطلع من الاليوم والكولون بيمنعك بالاكل بينهبت ايتنج لمده 12 ساعه وبيوصل البيك بعد ساعه لساعتين. جلوكاجون لايك بيبتايد
خدناه ده في الاندوكراين وخدناه في جي اي تي، ده بيتزود انسولين جلوكاجون لايك بيبتايد، يقلل فود انتيك. يبقى ثلاثه من الجاسترو انسولين هرمونز السي سي كي بيبتايد واي واي جلوكاجون لايك بيبتايد بيقللوا هم باللون الاصفر. مين الوحيد اللي بيزود؟ الجريلين اللي هو قلنا بيطلع من الاستومك الاوكزنتيك سيلز وبيطلع من الديودنم الانتستين اكتر من الجيجنم، الديودنم اكتر حته، ده بالعكس بيخليك تاكل بيزود الفود انتيك. يبقى دول يا اولاد اللي هم الاربعه الشورت تيرم. هتحفظهم ازاي؟ افتكر اهم حاجه بتتحكم في الاكل وبنقولها حتى للناس اللي عاوزه تخس، الاستريس والفود هابتس، العادات الغذائيه. حتى عملت عليها حلقات انك من اول تجيب طبق وتنقل فيه الكميه اللي هتاكلها وما تتخطاهاش، يبقى عندك عادات صحيه فود هابتس كويس، وما تعرضش وما تخليش الاستريس. يعني عارف التعبير السائد عندنا يقول لك بيطلع همه في الاكل، دي قال عن حاجه. يبقى الاستريس والفود هابتس ممكن تزود وممكن تنقص. وبعدين خدنا ثلاثه ورا بعض، اورال فاكتور وبعدين ستومك ديستنشن وبعدين جاسترو انسولين هرمونز. حلو. طب الاورال فاكتورز بتنقص، امضغ الاكل كويس وسوالو كويس واعمل تشوين كويس هينقص. الجاسترو انسولين ديستنشن لو سالت ناس ما لهاش دعوه بالطب معدته اتملت مش قادر ياكل بيقلل، بس احنا هنزود نيرفس على طريق الفيجاس وهرمونال هتقلل الهرمون بتاع المعده بتاع الجوع اللي هو الجريلين. طب نيجي بعد كده الجاسترو انسولين هرمونز، نمره اربعه فيها اربعه يبقى حلوه عشان ما تنساهاش. نمره اربعه اهي في الليزر اهو، نمره اربعه فيها اربعه، الاربعه اول ثلاثه يقللوا الفود انتيك اللي هم سي سي كي وبيبتايد، مش بقى واي واي يخليك واي ار ايتنج بيكوز نيورو بيبتايد واي، ده بيبتايد واي واي يخليك ما تاكلش بيطلع من الايليوم والكولون. والجلوكاجون لايك بيبتايد لانه ده بيطلع انسولين يخليك ما تاكلش. مين الوحيد اللي يخليك تاكل؟ قلنا 100 مره الهانجر هرمون، جريلين. الجريلين اللي بيطلع من الاوكزنتيك سيلز والانتستين مينلي من الديودن. نيجي ناخد بقى طب الانترميديت او اللونج تيرم ريجوليشن، هنا ثلاثه. الايم تو مينتين كونستانت ستورز اوف نيوترينتس ان تيشو، كونستانت ستور اوف نيوترينتس ان تيشو. في ثلاثه ثيوريز، اثنين منهم سهلين جدا، اول واحده وثالث واحده حتى ابتدي بيها، جلوكوستاتيك ثيوري اند ثيرموستاتيك ثيوري. ثيرمو يعني حراره. الاصعب شويه اللي هي اللايبوستاتيك ثيوري اللي هي متعلقه بالليبتين. ما احنا قلنا اهم موضوع عندنا الليبتين والجريلين، تبقى عارفهم كويس قوي في الام اس كيو. جلوكوستاتيك ثيوري، لما بيحصل البلاد جلوكوز يزيد يا اولاد، الساتاتي سنتر بيحب قوي الجلوكوز، موجود في البرين ياكل الجلوكوز، فيعمل انهيبيشن للفيدنج سنتر. عشان كده حتى اقولها لكم، طلبه تملي يقولوا احنا بنفتكر الحكايات اللي بتقولها وما بنفتكرش المعلومات. الساتات سنتر بتاع الشبع ده زي العبد الله، العبد الله بيحب جدا الحلويات، فالساتات سنتر لما يلاقي نسبه الجلوكوز عاليه في الدم يبقى فيري اكتف الساتاتي، فينهبت الفيدنج خليك ما تاكلش. عشان كده حتى الناس بالفطره تقول للاطفال ما تاكلش حاجه حلوه قبل الاكل كده نفسك هتتقفل على الاكل. ادي التفسير العلمي، ان الساتاتي سنتر كما العبد الله حب او جلوكوز، ياكل جلوكوز يبقى هاي الاكتف يروح موقف الفيدنج سنتر. طب عندنا بروف لطيف خالص في الحكايه دي اهو، هنقول البروف بتاع الكلام ده، واحد فيهم اللي انا قلته لكم، الايفيدنس ان الهايبوغلايسيميا بالعكس بقى الجوع بيقلل الجلوكوز. يبقى الساتات سنتر مش لاقي حاجه ياكلها، يبقى مش اكتف، ما يعرفش انهيبت الفيدنج سنتر، فده اللي بيزود الابيتايت. ممكن العكس بالعكس، يعني نقص الجلوكوز يعمل استيميليشن ابيتايت. ليه؟ لان الساتاتي قلنا بيحب ياكل سكر، ما فيش سكر هايبوغلايسيميا مش هياكل، مش هينهيبت الفيدنج سنتر. هنا في بقى سؤال مهم جدا، طب ليه العيانين اللي عندهم ديابيتس ميليتس عندهم نسبه الجلوكوز عاليه؟ المفروض الساتات سنتر يشتغل كتير يوقف الفيدنج سنتر ما ياكلوش، بينما كل اللي عندهم سكر بيبقى عندهم بوليفاجيا. قلناها قبل كده يا اولاد في الاندوكراين واعيدها تاني، ان الساتات سنتر من دون بقيه المخ ما يقدرش يستخدم الجلوكوز من غير انسولين. يعني البرين لرحمه ربنا بينا، العيانين اللي عندهم دايابيتس وما عندهمش انسولين، البرين بيقدر يستهلك الجلوكوز بدون انسولين.
مش محتاج انسولين، والا كنا نموت. كان الناس عندها دايبيتس ميليتس اللي ما عندهاش انسولين كالبرين هيقف لو لازم يستخدم جلوكوز بالانسولين. ما عدا يا اولاد ما عدا الساتايتي سنتر. الساتايتي سنتر بيبقى جلوكوز عالي جدا في عند دايبيتس بس مش عارف يستخدمه، فيبقى غلبان كده الساتايتي سنتر، يعني الجلوكوز عالي خالص بس مش عارف ياخده. يسموها poverty amidst plenty، الفقر في وسط الوفرة. يعني في وفرة من الجلوكوز في الدم بس الساتايتي سنتر بس اصلها مش قادر ياخدها، لان هو الوحيد في البرين اللي عشان ياخد هذا الجلوكوز محتاج انسو، فيبقى تعبان الساتايتي، فما يعملش انيبيشن للفيدنج، فالعين اللي عنده دايبيتس ميليتس يبقى عنده هايبرفيجي. فهمت ليه بقى؟ يبقى الشخص الطبيعي اللي هو حضرتك وحضرتك والعبد الله نورمالي الساتايتي فيه جلوكوز كتير، ياكل كتير يوقف الفيدنج سنتر. مش كده قلنا بالاطفال بنقول لهم ما تاكلش حاجه حلوه قبل الاكل، لان الساتايتي يبقى اكتف يوقف الفيدنج مش هتاكل، ويفسر العكس لما نقعد فتره طويله ما ناكلش الجلوكوز ليفل يقل الساتايتي سنتر مش لاقي حاجه ياكلها، يبقى ما يعملش انيبيشن للفيدنج فناكل كتير. في سؤال صعب بقى، طب ليه العيان اللي عنده دايابيتس سكر عالي لسه الساتايتي سنتر ما ياكلش سكر كتير وينهبيت الفيدنج سنتر؟ لان الساتايتي سنتر عدها 100 مره دون بقيه البرين ما يقدرش ياخد هذا الجلوكوز الا لو في انسولين. البرين ياخد جلوكوز من غير انسولين، وده رحمه ربنا عشان ما نفقدش الوعي في العيانين اللي عندهم دايابيتس ميليتس الا الساتايتي سنتر. يبقى شايف الجلوكوز وبسبب ان هو الوحيد اللي محتاج انسولين عشان ياخده مش عارف ياخده، فيبقى ينأكل فالفيدنج يشتغل يخلي العين اللي عندهم دايبيتس ميليتس عندهم بوليفيجيا، عندهم هايبرفيجيا، لان الساتايتي سنتر مش برغم ان في جلوكوز كتير مش عارف يستخدمه، اللي هي سميناه الجوع في وسط الوفره poverty amidst plenty. طيب نيجي الثيرموستات، دي نظريه سهله برضه. في البرد ايه رايك انت؟ جاوب من فضلك. في البرد ناس تاكل ولا ما تاكلش؟ البرد بيزود فود انتيك، الواحد في البرد في الكولد بيزود فود انتيك عن طريق الانتر اكشن بتوين الفود ريجوليتنج اند تمبرشر ريجوليتنج سنتر. ما هو الثيرموستات في الهايبوثالامس اللي هو التمبرشر ريجوليتنج سيستم، والابيستات في الهايبوثالامس، ففي انتجريشن ما بينهم خلى ان الجوع عن طريق الثيرموستات ياثر في الفود ريجوليتنج سنتر. ليه بقى؟ ليه في الجوع ليه في البرد بناكل كتير؟ فكر معايا، الاكل بيزود ميتابوليك ريت عن طريق السبيسيفيك دايناميك اكشن، يبقى يطلع حراره هنا. حتى قلنا في البرد السبيسيفيك دايناميك اكشن ما بتبقاش ويست هيت، يبقى الاكل بيزود ميتابوليك ريت. دي كان ليها اسم خدناها سبيسيفيك دايناميك اكشن، ده باور فود تو ستيميليت ذا ميتابوليك ريت، كان اسمها سبيسيفيك دايناميك اكشن، اللي هي ما بتبقاش ويست هيت في البرد، بالعكس بتستغل الهيب برودكشن ده في الحفاظ على حرارة الجسم. طب نمرة اتنين، ليه بناكل كتير في البرد؟ انك لما تاكل اكتر مما انت محتاجه في البرد هتستور الاكل ده في صورة ايه؟ فات، والفات ده انسوليتور يعزلك عن البرد اللي بره. يبقى البرد عمل حاجتين رائعتين، خلاك تزود الهيب برودكشن وقلل هيت لوس، وهو المطلوب في البرد انك تزود البرودكشن وتقلل لوس، تزود دي برودكشن ان الاكل بيطلع حراره كتير لانه بيستيميليت الميتابوليك ريت اللي هو سبيسيفيك دايناميك اكشن. طب والاكل الكتير ازاي بيقلل هيت لوس؟ لانه هيتخزن في صوره فات انسوليتور عازل يمنع الهيت لوس. نيجي بقى النظريه الاخيره نقولها والاصعب قليلا، اللي هي اللايبوستاتيك ثيوري. فاكر كنا قلنا الليبتين ده بيطلع من الاديبوزو سايتس من الاديبوز سيلز، حتى قلنا كل ما زاد الاماونت اوف اديبوز سيلز اهي الفات كل ما زادت تطلع ليبتين كتير. طيب قلنا الليبتين ده ليبت يعني رفيع، خليك رفيع، خليك ما تاكلش وتحرق كتير. الليبتين ده بيشتغل على الليبتين ريسبتور سنترال، يعني في الهايبوثالامس في البي او ام سي وفي البي في ان، قلناهم دول فاكرها البرو اوبيو ميلانو كورتين هرمونز، قلنا الكلام ده، وبيشتغل على بريفرال ريسبتورز الاثنين مع بعض. تعال نشوف بقى ازاي الليبتين بيخليك ما تاكلش. اولا بيقلل الابيتايت ستيميليتورز اللي موجوده في الهايبوثالامس،
فاكر اشهر اثنين كانوا بيخليك تاكل while you are eating النيو بي واي النيوروبيبتايد واي ان بي واي والاجوتي ريليتد بيبتايد كانت نمره 2 هو بقى بيقللهم دول اللي بيخليك تاكل while you are eating because neuropeptide why and agouti related peptide فهو بيقلل hypothalamic appetite stimulator. نمرة 2 بيزود الكورتيكوتروبين related releasing hormone اللي هو كان ثالث واحد مفروض ان هو بيقلل food intake كان anorexogenic يعني بيزود الانوركسوجينيك اللي هو الكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون ويقلل الاوركسوجينيك اللي هم الان بي واي والاجوتي ريليتد بيبتايد. طب وثالث طريقه بيعمل اكتيفيشن للنيورونز اللي بتطلع الانوركسوجينيك اللي هم مين سميناهم برو اوبيو ميلانو كورتيكو كورتين هور نيورونز عن طريق فاكر كان الالفا ميلانو سيلز ستيميليتنج هرمون بيستيميليت الميلانو كورتين ريسبتور 3 و4. طب رابع حاجه بقى ان هو سيمباثاتيك اكتيفيتي بيزودها الليبتين ده فالسيمباثاتيك بيزود الميتابوليك ريت يخليك تحرق مش هو قلنا ده بتاع الانرجي اكسبندتشر وبعدين السيمباثاتيك بيشغل كنا قلنا الالفا والبيتا ريسبتور والبيتا كنا خدنا فيه الفا 1 والفا 2 وما خدناش ودي اول مره بناخد بيتا 3 ريسبتورز اللي هناخدها المحاضره القادمه باذن الله موجوده في نوع من الفات اسمه براون فات عكس كل الفات البراون فات ده مش ميتابوليكالي انرت ميتابوليكالي فيري اكتيف اليلو فات ده انرت انسوليتور انما البراون فات ميتابوليكالي فيري اكتيف اللي هو عليه البيتا 3 ريسبتورز ده بقى يعمل ايه عاوز يصرف طاقه فيعمل انكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفوريشن يزود الانكابلنج بروتين فاذا معظم الطاقه تطلع في صوره هيت انرجي وما تطلعش في صوره اي تي بي يبقى يقلل الـ ATP ويزود الـ heat energy. Note depletion of fat stores لو قل بقى الـ adipocytes اللي هي بيطلع منها الليبتين هيقلل الليبتين فبالعكس هيقل الميتابوليك ريت لأن الليبتين قلنا بيزود الميتابوليك ريت ولما يقل الميتابوليك ريت this may be a slight theory طلع جديدة prolonged life لما تحرق قليل يبقى الحرق قليل عندك تعيش فترة أطول يبقى لو حصل ديبليشن في الفات ستورز هيقلل الليبتين بتاع الحرق اللي هو الانرجي اكسبندتشر فده يؤدي الى برونجد لايف انا هعيدها تاني في عجاله دي اسهل طبعا من اللوحه اللي قبلها يا اولاد يبقى ممكن يجي لنا ايه الفاكتورز ذات كنترول فود انتيك فاكر السنتر كانوا 7 2 بتوع الابستات و3 في الهايبوثالاموس و2 تانيين في البرين ستيم والاميجدالا الفاكتور 7 برضه 4 شورت تيرم و3 انترميديت اور لونج تيرم ومع شق مثل عشق نظام الاربعه شورت تيرم اوعى تنسى الاستريس والفيدنج هابت ممكن تزود او تنقص وبعدين خدت ثلاث حاجات ورا بعض اورال وبعدين ستومك ديستنشن وبعدين جاسترو سان هرمونز وقلنا ان النمره 4 بتنقسم لاربعه الجاسترو سان هرمونز 4 3 فيهم بيخليك ما تاكلش اللي هم السي سي كي ومش نيورو بيبتايد واي بيبتايد واي واي وجلوكاجون لايك بيبتايد واحد بس اللي هو الهانجر هرمون اللي هو الجريلين يبقى الشورت تيرم 4 تبتدي الاول بترتبهم حتى هي كده ممكن نقولهم يا ولاد دار اللي هم الاستريس والفود هابت حاجه في البرين وبعدين اورال كل ما تمضوا اكتر ساليفيشن اكتر شوينج اكتر وسوالينج ابدا تشبع بقدر اقل من الاكل الجاستريك ديستنشن والجاسترونسان ديستنشن عموما بتخليك ما تاكلش عن طريق نيرفس الفيجاس وبقى يقف الجريلين وبعدين الجاسترونسان هرمونز من 4 يبقى تاخدهم بالترتيب ادي واحد الاستريس والفود هابت اورال ديستنشن جاسترونسان هرمونز 4 3 يخليك ما تاكلش واحده بس تخليك تاكل اللي هي الجريلين طيب نيجي اللونج تيرم او الانترميديت انترميديت ولونج تيرم 3 ثيوريز جلوكوستاتيك ثيرموستاتيك لايبوستاتيك افتكرهم التلاته ستاتيك خلاص جلوكوستاتيك ثيوري ان الجلوكوز يشغل الستات سنتر هو زي عبد الله يحب الحلويات يوقف الفيدي وخدنا الايفيدنس طب ثيرموستاتيك عارفينها من الحياه ان البرد يخلي الواحد ياكل ليه لان في علاقه بين الثيرموستات في الهايبوثالاموس والابيستات برضه اللي في الهايبوثالاموس
طب بماذا يفاد الانسان في البرد ياكل كتير؟ يزود هيب برودكشن، لان الفود بتزود الميتابوليك ريت، وسميناها سبيسيفيك ديناميك اكشن. والفود الزياده هيبقى ستورد في صوره ليبيد، هيشتغل كانسوليتور. يبقى مين اللي صعبه بقى الوحيده اللي فاضله؟ اللايبوستاتيك ثيوري. قلنا الليبتين يا اولاد اللي طالع منين؟ من الاديبوز سيلز، الاديبوسايتس، ويتناسب مع كميه الفات. لو عندك فات كتير هيطلع ليبتين كتير، هيخليك رفيع. ازاي بقى؟ هيشتغل عن طريق الليبتين ريسبتورز، يعمل اربع حاجات، تعال نشوفه. منهم حاجات سنترال وحاجات بريفرال ريسبتور. سنترال طبعا يروح للهايبوثالامس، يعمل ايه؟ ينقص الحاجات اللي بتخليك تاكل، نيوروبيبتايد واي واجوتي ريليتد بيبتايد، ويزود اللي يخليك ما تاكلش، الكورتيكوتروبين ريليسينج هرمون. وبعدين ياكتيفيت اهم مجموعه نيرون انكسوجينيك اللي هو برو اوبيو ميلانو كورتيك كونتينيرونز، يزودهم. وبعدين بيزود سمباتاتيك اكتيفيتي، قلناها يا اولاد سمباتاتيك اكتيفيتي ده بيزود ميتابوليك ريت، وعن طريق قلنا البيتا 3 ريسبتور اللي هي على البراون فات. البراون فات عكس اليلو فات، ميتابوليكالي فيري اكتيف، بتعمل انكابلنج اوكسيديتيف فوسفوريليشن، انها بتزود الانكابلنج بروتين، تخلي الطاقه تطلع في صوره هيت وما تطلعش في صوره اي تي بي. ده كان بارت 2. وكده يا اولاد احنا خلصنا نص الميتابوليزم. انا عارف ان انا يعني اديتكم كميه كبيره، لانه احنا عاوزين يعني في ميعاد معين نخلص الحاجات. انت تقدر تسمعها ببطء يعني بفاصل زمني ساعات او ايام حسب ما يعني يطرا لك. انا عارف ان البارت 2 اللي هو بتاع الفود انتيك ده من اكتر الحاجات اللي حصل فيها يعني تجديدات في العقود الاخيره، فعشان كده وفي معلومات واسماء صعبه، لكن يعني لما تسمعها مره واثنين هتفهمها اكثر وتستوعبها بسرعه. انا بشكركم على حسن انصاتكم، وسعدت بلقائكم، واتمنى اكون افدتكم. ولكن برضو بذكركم لألا تنسى مساندة الاطفال من المصابين بالسرطان، واللي هو من اجلهم احنا بنقوم بهذه المحاضرات في الفسيولوجي، وطبعا عشانكم انتوا كمان، بس يعني يبقى عندنا بنضرب عصفورين بحجر واحد، بنفيدكم وبنفيد الاطفال من المصابين بالسرطان. اشكركم والقاكم قريبا باذن الله. شكرا.